حاليا يستقطب السوق الأسبوعي بقادير بولاية شلف المئات من الأشخاص من شتى الولايات لما يوفره من سلع ومتطلبات يحتاجها سكان المنطقة حتى وإن كانت سلعا مستوردة. رشيد مشورب وحميد عوادي في هذا التقرير. سوق بقادير سوق أسبوعي بولاية شلف يقصده المئات من الأشخاص من شتى الولايات لما يوفره من سلع ومتطلبات يحتاجها سكان المنطقة. سوق أسبوعي خاص بمنطقة بقادير تابعة لولاية شلف، وهذا السوق يبدأ يومين من الخميس من الساعة الرابعة صباحا حتى للساعة الثانية عشر. ولكن ما يلفت الانتباه في هذه السوق الأسبوعي أن معظم السلع والأغراض المعروضة بالسوق هي سلع مستوردة. شاك سيمان رانا هنا الخميس الأربعاء والخميس، كيما هنا نجو من تيارت، كاين اللي يجي من بشار، كاين اللي يجي من أضرار، من الجزائر، من كل 40 ولاية هنايا. اسمالي كاع راهم هنا كيما قال لك، الناس راه تلقت الكسره غير من هذا السوق. فيه كلش، فيه القش تاع يجيو لي غير لي زيميغري، زعما يجيو لنا كاع كاين يبيعوا القش. حاجه اللي تحوس عليها تصيب لنا المساكن، التلفزيونات، حاجه اللي تحوس عليها كاينه. قطع الغيار كاين كلش، كاين كلش 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 كاين هنا. سوق بقادير من اقدم الاسواق بالمنطقه، ولكن غلبت عليه السلع الاجنبيه بغض النظر ان كانت اصليه او مقلده.